الكشف الذاتي عن أورام الثدي قد ينقذ حياتك. احنا معتمدين عليكي كأطباء ان انتي تعرفينا ايه اخبار صحتك اول باول بالكشف عن نفسك عن الثدي كل شهر بعد انتهاء الدورة الشهرية. بعد انتهاء الدورة الشهرية ليه؟ بعد الدورة لانه قبل واثناء الدورة ممكن تحصل انك يبقى عندك بعض الاورام الحميده اللي نتيجه تجمع هرموني معين بيسبب انها تحصل في الثدي. يبقى احنا منتظرين منك انه بعد كل انتهاء الحيض كل شهر تعملي كشف على نفسك علشان تعرفي اذا عندك ورم ولا لا بدري. كل ما تعرفي بدري كل ما تزيد فرصتك في إنقاذ حياتك من مشاكل كتير ويمكن الوفاة وانتي شابة صغيرة. لما انتي بتكشفي على نفسك هتلاقي انه احتمال تلاقي ورم في حجم تقريبا العملة دي يعني كده، والورم بالحجم ده سهل التخلص منه وعلاجه في مرحلة مبكرة. يبقى احنا بنبحث عن ورم ما، بس مش هو ده الحاجة الوحيدة بندور عليها، ممكن ندور على حاجات تانية هوريها لكم في الصور بعد شوية. أنا كنت بكلم السيدات من شوية لكن أخاطب الرجال أيضا لأنه سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا، ولذلك أتمنى أنه الرجال يكشفوا على نفسهم برضو بس مش كتير زي السيدات، يعني مثلا مرة في السنة يوم عيد ميلادك مثلا اكشف على نفسك. أول ما تصحى من النوم تأكد من سلامة الثدي. هعلمكم في الفيديو ده ندور على ايه في أورام الثدي. مبدئيا الثدي بيتكون من تجمع دهني، والتجمع الدهني فيه قنوات لبنية، فاحنا اللي بندور عليه هو أورام في القنوات اللبنية وأورام في القنوات أو الغدد الليمفاوية اللي حوالين الثدي. يعني الحقيقة ان احنا بنعمل بحث بالأصابع حوالين الثدي وفي نسيج الثدي. تعالوا نشوف نعمل كده ازاي. مبدئيا الصبح لما تصحي من النوم بعد انتهاء الدورة هتبقي نايمة كده، والرجل ايضا يوم عيد ميلادك مثلا، وهتكشف كده بصوابعك على الثدي كده بضغط 3 صوابع او 4 صوابع في حركات دائرية، وبعدين تكشف على الإبط كمان. الطريقة انهي ايد وبأي اتجاه هشرحه على الموديل الواقف هنا. طيب انا دلوقتي خلصت الدورة وهكشف على نفسي اليوم اللي هو بعد انتهاء الدورة. هعمل ايه؟ قبل الشاور السيدة بتقلع الملابس وتقف قدام المراية. تعمل ايه؟ تقفي قدام المراية وتحطي ايدك في وسطك وتضغطي جامد بكتفك على تحت كأنك بتضغطي الثدي للأمام، يعني انت بتقبضي العضلة بتاعت الثدي. بتعملي كده ليه؟ لأنه لو في ورم مستخبي فيها هيطلع لقدام. وتبصي على الثدي هل في تغيرات في شكله ولا لا، يعني لو انت حاسة مثلا انه الثدي شكل الجلد اتغير فيه او صدر اكبر من التاني او الحلمة شكلها اتغير، يعني كانت طالعة لبرة دلوقتي داخلة لجوة، او كانت زمان داخلة لجوة دلوقتي طالعة لبرة. اي تغير في شكل الحلمة انت مش متعودة عليه برضو دي حاجة غريبة. شوفي اذا كان خارج من الحلمة دم تضغطي على الحلمة وتشوفي اذا خارج منها اي افرازات شكلها غريب، دم او افرازات صفرة او بني او اي لون غريب، تبقى دي حاجة غريبة. بعد كده هتشوفي اذا كان عندك اي الم في
الثدي لو انتي بتضغطي بكتافك كده لتحت. بعد ما خلصنا النظر تشوفي انتي بعينيكي الثدي، هنبتدي مرحلة التحسس باليد. ترفعي ايدك اليمين ورا راسك وتروحي بايدك الشمال تكشفي على الثدي اليمين. هتتخيلي ان الثدي فيه 3 دوائر على شكل 3 ساعات، وتبتدي من اول المركز وتبتدي من الساعة 12 ب3 صوابع تكشفي، تضغطي كده وتعملي مساج خفيف، ضغط خفيف وضغط تقيل، ضغط خفيف وضغط تقيل، ف12 واحدة اتنين وهكذا لحد 12. وبعدين تنتقلي للساعة الأكبر اللي هي شوية كده دايرة أوسع شوية، الساعة 12، وتعملي كده لحد الساعة 12 لما ترجع، وبعدين الدايرة الأكبر كده تحسي على الثدي. ولو ثدي كبير أقترح تعملي كده من وضع النوم علشان تحسي إنه أنتي شعرة لحد الآخر، لحد ما تضغطي للآخر. وبعدين هتشوفي قريب من الرقبة لأنه في مجموعات من الخلايا الليمفاوية ممكن تاخد الأورام معاها. وبعدين تروحي عند الإبط وتكشفي كمان على الإبط، تضغطي جامد في الإبط. بعد ما تخلصي كده تعملي الناحية التانية، تحطي ايدك الشمال ورا الراس وبعدين تكشفي نفس الطريقة، دايرة صغيرة 3 صوابع تضغطي، دايرة أكبر ب3 صوابع، وبعدين دايرة الأوسع 3 صوابع، ضغط خفيف وبعدين ضغط جامد، وبعدين تشوفي عند الرقبة وبعدين تشوفي الإبطين. حاجة تانية بعد ما تخلصي كده توطي لقدام تشوفي إذا تغير شكل الثدي لما توطي لقدام عن ما أنتي متعودة. أنا بدور على إيه لما بشوف شكل الثدي؟ في عندي مجموعة هنا من الصور بتوضح لكم احنا بندور على ايه شكله غريب في الثدي. لما بيكون في ورم هنا مثلا، لما بيكون في ورم جوه الثدي بيشد معاه قنوات اللبن لجوه، فبيحصل انه الحلمة اللي طالعة لبره بتدخل لجوه، وساعات بيعمل العكس لو الحلمة داخلة لجوه بتطلع لبره. فده مثال في تغير شكل الحلمة مثلا. مثال تاني انه في صدر واحد هتلاقي كلاكيع كتير، بس ده بقى يعني حصل ايه نوع من الاهمال شوية في الكشف عليه، او قرحة كده شكلها غريب ومخيف في الثدي سواء صغيرة او كبيرة. ممكن تلاقي تغير في شكل الجلد كأنه بقى شكل جلد البرتقانة، زي شكل كأنه عندك سيلولايت وفجأة طلع، ده ما كانش المنظر زمان. في منظر تاني ممكن تلاقيه انه تلاقي تغير رهيب في شكل الجلد كده حوالين الثدي زي المنظر ده. عند الرجال ممكن تلاقي تغير فجأة في شكل الحلمة، قرحة كبيرة كده زي هنا أو ورم حواليها. كل دي أمثلة على تغيرات مصحوبة مع سرطان الثدي. مهم نعرف أنه 80% من الأورام اللي بنحسها مع الكشف الذاتي هي حميدة، يعني غالبا مش سرطان، لكن 20% منها معناها ان حياتك في خطر. فاول ما تحسي بالورم ده اقترح تروحي فورا لطبيب النساء
علشان نعرف إذا كان ده ورم حميد ولا لأ. مهم نعرف إنه أهم سبب لإنقاذ حياتك هو نفسك عند الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أتمنى لك كل الصحة.